طيب خلينا بقى نروح لكريم ومشوار بايرن ميونخ في الدوري العام حتى الان. طبعا مشوار الدوري الالماني طبعا في البوندسليغا اكيد طبعا محدش ولا حرج، فريق متصدر بفارق كبير عن منافسين. طبعا دورتموند لحد ما السنه دي بعيد عن المنافسه، فمخلي المنافسه في الدوري مش كبيره، وبالتالي الدوري محسوم بشكل كبير لبايرن ميونخ السنه دي. لكن الرقم عندنا رقمين مهمين يا كابتن اسلام في مشوار بايرن ميونخ في الدوري، هو اقوى هجوم ب 59 هدف في كم مباراه؟ 58 هدف، 58 هدف في عدد المباريات اللي لعبها كلها. فرق 19 هدف عن تاني اقوى هجوم في الدوري اللي هو بروسيا دورتموند، اللي هو مش الوصيف ولا حتى التالت. وده بيوضح لنا ان في فجوه كبيره ما بين بايرن ميونخ هجوميا وما بين بقيه الانديه. على الناحيه الثانيه نادي بايرن ميونخ مش هو الدفاع الاقوى في الدوري رغم ان هو المتصدر، وده يوضح لنا يا استاذ احمد ثابت برضو ان احنا اتكلمنا عن قطة الطعم ونادي بايرن ميونخ عنده مشكله في الدفاع بتاعه، وكمان بانت حتى في امبارح لما اللقطه اللي كنا بنعيدها دلوقتي او بنزحها بانت. ما انا قلت يعني ساعتها ان انتوا قلتوا ان في نقطه ضعف واضحه حتى وينفرد تشايفر امبارح للفني الاسطوري الكبير الحقيقه قال تقريبا نفس الكلام. نعم، وبالتالي واضح جدا ان بايرن ميونخ في اخر 20 مباراه اخر 15 مباراه خرج كلين شيت مرتين بس، وبالتالي واضح جدا ان هانز فليك عنده مشكله كبيره وعنده انتقاد كبير. حتى اخر مباراه امبارح كان بيلعبوا هيرتا برلين وكسبوا 1-0 يعني بصعوبه بالغه، وهيرتا برلين ضيعوا كم فرص هايل. ومانويل نوير امبارح يا جماعه مطلع انفراد في الدقيقه 92 بطرف ايده، خلى الكوره كابتن يعني تخرج كده تتزحزح يعني بعيد عن العارضه. وبالتالي بايرن ميونخ طبعا اكيد هو المتصدر وهو المستحوذ على كل شيء، ولكن ما زال عنده مشكله دفاعيه وليها عوامل كتيره هنتكلم عليها اكيد بكره في حلقه نقاط الضعف.